تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ سبورت. نحن معكم في حلقة أسبوعية كل ثلاثاء التاسعة مساء، نتواصل معكم من خلال حسابنا على تويتر هاشتاغ سبورت ناو، ونبدأ الحلقة بأبرز عناوينها. رأسية راموس الذهبية تنقذ ريال مدريد وتحرج برشلونة في الكلاسيكو الإسباني. في الجولة السادسة لدوري الأبطال، الكبار يأملون بخطف البطاقات الأخيرة للتأهل، والمفاجآت قد تكون واردة. وفي هاشتاغ سبورت أيضا، لاعبون قد يتصارع عليهم برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات. أهلا بكم. سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال مدريد بهدف لمثله في قمة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم التي جرت على ملعب برشلونة الكامب نو، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على الرغم من فرص الفريقين على المرمى بوجود بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. وسجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق المهاجم لويس سواريز، وقبل انتهاء المباراة تمكن ريال مدريد من تسجيل هدف التعادل عن طريق المتخصص سيرجيو راموس في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليبقى الفارق 6 نقاط مع الغريم التقليدي. أرحب معي هنا في الأستوديو المحللة الرياضية نبأ الدباغ. نبأ، أهلا بك معنا في هاشتاغ سبورت. أهلا. مباراة لم تكن، كانت مثيرة نوعا ما لكن ليست بالقوة التي توقعناها. صحيح، إثارة الدقائق الأخيرة ربما عوضت بعضا من هذا الجمود. صحيح، آخر 10 دقائق يمكن كانت الأفضل في المباراة ككل، لأن لاحظنا ضغط كبير من كل الفريقين وخصوصا من ريال مدريد اللي حاول التسجيل وحاول تعويض الشوط الثاني الذي لم يكن بالشوط الكبير لهم مقارنة بالشوط الأول الذي استطاع به السيطرة على مجريات المباراة، وحرم برشلونة من التقدم ومحاولة التسجيل وحتى الوصول إلى مرمى نافاس. نعم، إنريكي ربما مرة أخرى يفشل في قراءة الخصم، لماذا؟ صحيح، هذه مرة أخرى يفشل إنريكي، وهو وسبب معين وهو عدم وجود إنيستا. إنيستا لاعب عندما دخل بالشوط الثاني غير كثيرا من مستوى برشلونة في الشوط الثاني، وهذا لاحظناه عند وصولهم وضغطهم الكبير على ريال مدريد في وسط الملعب. لكن في الشوط الأول لم يستطع، لأنه بسبب عدم وجود التوازن في وسط برشلونة وكثافة ريال مدريد في وسط الملعب حرمت برشلونة من الوصول إلى مناطق ريال مدريد الدفاعية. نعم، كذلك مع دخول إنيستا وجدنا أن الأمور في برشلونة بدأت تتحسن تنظيميا، بدأت الهجمات الفعالة. صحيح، لو شارك إنيستا منذ بداية المباراة هل اختلف الأمر؟ صراحة بسبب عودته من الإصابة مع مباراة الكلاسيكو لا أعتقد أنه كان سيكون جاهزا لخوض مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو لمدة 90 دقيقة. صراحة توقعت أن يلعب أول 60 دقيقة من المباراة، ولكن إنريكي لم يغامر وقرر البدء بلعب أكثر جاهزية مثل أندري غوميش مقارنة بنيستا، وفضل دخول نيستا في الشوط الثاني بعد قراءة المباراة في الشوط الأول ومحاولة الزج بنيستا من أجل تحسين خط وسط برشلونة. نعم، في ريال مدريد زيدان ربما لم يوفق أيضا في التبديلات، بنزيما كان من سيء لأسوأ طيلة فترة المباراة. صحيح، بنزيما في مستوى سيء عموما هذا الموسم، ولكن دعني أبدأ بالتحدث عن تبديلات زيدان. صحيح، زيدان لا توجد لديه دكة بدلاء كبيرة خصوصا مع إصابات مثل بيل وكذلك كروس وموراتا أيضا، ولكن إدخاله أسنسيو مكان بنزيما وكذلك محاولة إشراك ماريانو بعد ذلك ساهم
بشكل ايجابي نوعا ما في منطقه هجوم ريال مدريد، وساهم في الضغط على برشلونه، ولكن لم يكن كافراد لم يكن لهم التاثير الكبير على ريال مدريد. هل كان خيار خيمس افضل من اسينسيو لو دخل مكانه؟ لا اتوقع ذلك، لا اتوقع ذلك، لانه خيمس ليس في المستوى الكبير الذي نتوقعه منه حاليا، خصوصا في الاسبوع الماضي عندما لعب لم يقدم مستوى كبير وخسر الكرة العديد من المرات ولم يستطع فعل الكثير، فلا أتوقع أنه جاهزا لخوض مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو. نعم، إسكو كان في وضع جيد في المباراة لكن زيدان فضل أن يخرجه، لماذا؟ إسكو كان في وضع جيد ولكنه تعب بسبب العودة الكثيرة للوراء ومساندة خط الوسط، فأرهق إسكو وكان يجب عليه إدخال لاعب ينشط خط الوسط ومحاولة الهجوم بشكل أكبر على برشلونة. لكن شاهدنا بعض العصبية من إيسكو عند مغادرة. صحيح، كان لم يكن راضي عن أدائه كما أعتقد، لأنه لم يستطع صنع فرص كثيرة لخط الهجوم. نعم، نبأ أرجو أن تبقي معي. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونواصل هاشتاغ سبورت، أرجو أن تبقوا معنا. هاشتاغ سبورت، أهلا بكم من جديد. تسعى فرق إشبيليا وبنفيكا وبشكتاش وكوبنهاجن وليون ونابولي وبورتو هذا الأسبوع لاستغلال الفرصة الأخيرة لحجز البطاقات الأربعة المتبقية لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وستحسم الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات الفرق المتصدرة لكل مجموعة، والتي ستخوض على أرضها مباراة إياب ثمن النهائي أمام خصمها الذي ستحدده قرعة ثمن النهائي المقررة في 12 من ديسمبر كانون الأول الجاري. أرحب من جديد بالمحللة الرياضية نبأ الدباغ. نبأ، أهلا بك معنا مجددا. هاينكس قال إن برشلونة لم يعد قويا كما كان أوروبيا، برأيك هل ما زال أحد المرشحين بقوة لللقب في دوري أبطال أوروبا؟ طبعا برشلونة، أقولها دائما، برشلونة دائما مرشح لأي لقب، لا يمكن القول أن برشلونة ليس مرشح ولم يعد قوي أوروبيا. صحيح نرى هبوط في مستواه هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية وحتى مع مقارنة مع مواسمه مع بيب غوارديولا، ولكن برشلونة يبقى دائما قوي لأنه لديه العناصر ولديه الخبرة الكافية لخوض مباراة والتفوق على أي خصم مهما كان الخصم. أنشيلوتي بأمس الحاجة للفوز على أتلتيكو مدريد خاصة بعد هزيمته أمامه ذهابا وفقدانه للصدارة. صحيح، وإضافة إلى ذلك خسر بايرن ميونخ في الجولة الخامسة أمام روستوف، وهذا كان مفاجأة للجميع صراحة هذه الخسارة، ولكن إذا ما استطاع أنشيلوتي السيطرة على وسط الملعب وهو الأمر الذي تكمن فيه قوة أتلتيكو مدريد سيستطيع التفوق، لأنه لديه القوة في وسط الملعب وفي خط هجومه من ليفاندوفسكي من روبن وإلى آخره يستطيعون التفوق، ولكن المباراة ستكون في ملعب أتلتيكو مدريد وهذا سيكون أمر صعب بعض الشيء على بايرن. نعم، في المجموعة الأولى تنافس كبير بين باريس سان جيرمان وأرسنال، لمن ستكون الصدارة؟ أتوقع تكون لباريس سان جيرمان، وذلك يعزو لسبب واحد وهو تعادله مع أرسنال على أرض أرسنال في ملعب الإمارات بهدفين لمثلهما، ولديه المواجهة القادمة ستكون سهلة نسبيا بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يكثف جهوده من أجل الوصول إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا، لأنه صراحة تحصل على كل شيء محليا، ويريد أوناي إمري قدمة من أجل هدف كبير وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. نعم، ما أندية إسبانيا؟ ريال مدريد بحاجة إلى الفوز أمام دورتموند ليأخذ الصدارة، هل سيحقق ذلك؟ أتوقع أنه قادر على تحقيق ذلك إذا ما لعب بنفس الطريقة التي لعب أمام أتلتيكو مدريد وبنفس الضغط ونفس الكثافة التي لعب بها، وأتوقع أن يلعب بتشكيلة. هل ستؤثر مباراة الكلاسيكو على القوة البدنية للاعبي الريال؟ ممكن أن تؤثر لأنه بذل جهودا كبيرة في الكلاسيكو أمام برشلونة، ولكن أتوقع إذا ما كان اللاعبين جاهزون لهذه المواجهة ذهنيا أكثر مما بدنيا سيكونوا قادرين على الانتصار على أو تحقيق انتصار بسيط على بورسيا دورتموند. لكن دورتموند ليس بالفريق السهل، ليس بالفريق السهل خاصة على ريال مدريد. لا صحيح، ليس بالفريق السهل، ولكن استطاع ريال مدريد التفوق عليه في عدة مناسبات في ملعب سانتياغو برنابيو. صراع الصدارة بين اليوفي وإشبيليا، لمن سيحسم؟ أتوقع أن يحسم ليوفنتوس لأن مواجهته تعتبر سهلة على ملعبه خصوصا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، فأتوقع أن يحسمها ليوفنتوس. نعم، موناكو أيضا يقدم مستوى طيب هذا الموسم محليا وأوروبيا، هل سيسير بعيدا في هذه المنافسة؟
موناكو كان أحد مفاجآت هذا الموسم بالانتدابات القليلة، ولكن استطاع أن يحدث الفارق في سواء محليا أو في دوري أبطال أوروبا، وأتوقع لا أتوقع وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن أتوقع أن يصل إلى مراحل متقدمة. نعم، نتوقف مع فاصل قصير ونواصل هاشتاغ سبورت. مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا. هاشتاغ سبورت، أهلا بكم من جديد. عادة ما يكون هناك صراع دائم بين ناديي برشلونة وريال مدريد من أجل التعاقد مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وبالرغم من تعرض النادي الملكي لعقوبة تمنعه من إبرام أي تعاقدات، إلا أن هناك بعض الآمال المعقودة على تخفيف هذه العقوبة، بينما سيكون النادي الكتالوني على أهبة الاستعداد من أجل جلب أفضل العناصر بهدف المنافسة بشكل قوي على مختلف البطولات. وفي هذا التقرير تستعرض الزميلة عفراء الجول أبرز اللاعبين الذين قد يتصارع عليهما قطبي إسبانيا. يعد باولو ديبالا أحد أهم لاعبي يوفنتوس في هذا الموسم، فقد نجح الأرجنتيني في تقديم مستويات رائعة مع البيانكونيري منذ انتقاله إلى الفريق في الموسم الماضي، ويأمل ناديي برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع اللاعب، خاصة أنه يمثل مستقبل الكرة الأرجنتينية. يبحث ناديي برشلونة وريال مدريد عن تدعيم مركز الوسط لأسباب مختلفة، ويعد الإيطالي ماركو فيراتي أحد أهم أهداف الفريقين، وذلك لما يمتاز به من دقة في التمريرات وقدرته على صناعة الفرص والمراوغة. تطور أداء البرازيلي فيليب كوتينيو مع ليفربول كثيرا في السنوات الأخيرة، ووجود الألماني يورغن كلوب على رأس الإدارة الفنية للريدز كان له أثر كبير على مستوى اللاعب، فقد نجح في لفت الأنظار من خلال مستوياته الرائعة، وبكل تأكيد سيكون قريبا هدفا لقطبي إسبانيا. سينتهي عقد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وبالتالي فهو هدف مهم للكثير من كبار الأندية الأوروبية لشخصيته القيادية وقدرته على تنظيم الخط. اسم جديد يسطع في سماء الكرة البرتغالية، فقد نجح جيلسون مارتينز في خطف الأنظار من خلال مستواه الرائع مع فريقي سبورتينغ لشبونة، وأشارت بعض التقارير الصحفية عن وجود اهتمام من جانب ناديي ريال مدريد وبرشلونة من أجل ضم اللاعب في سوق الانتقالات المقبل. نبا، أهلا بك معنا من جديد. ديبالا ربما عبر عن حبه من قبل للريال، لكن قصة خيميس قد تؤخر وتؤجل قدومه. صحيح، هناك كانت إشاعات عن انتقال ديبالا إلى ريال مدريد، ولكن بسبب قدوم عناصر مثل أسنسيو وعودتهم إلى ريال مدريد، وكذلك تألق فاسكيز مع ريال مدريد، وكذلك خاميس ومواصلته للعب مع ريال مدريد هذا الموسم، حال دون قدوم ديبالا. وأعتقد أنه لا أعتقد أنه قريب من ريال مدريد حتى في الموسم مع الانتقالات الصيفية القادمة، لأنه إذا ما خرج لاعبين مثل خميس أو بنزيما لا أتوقع أن لديه مكان أساسي، خصوصا أنه يلعب أساسي مع يوفنتوس ويقدم مستويات رائعة. هل يمكن أن نرى غريزمان في ريال مدريد؟ لا أتوقع ذلك، لأنه الغريم كبير لأتلتيكو لنادي مدريد. نعم. مدريد. كوتينيو لعبه أقرب إلى البارسا، والكل يرى خليفة لإنيستا، هل يمكن ذلك؟ صحيح، كوتينيو يقدم مستوى رائع، وهو يعتبر أحد مفاجآت هذا الموسم، لأنه انفجر مع كلوب هذا الموسم مع نادي ليفربول، وإذا ما استطاع برشلونة أن يقنعه بالقدوم إلى صفوفه سيكون أحد أفضل التوقيعات لنادي برشلونة، ولكن أعتقد أنه سيكون خسارة أيضا لنادي ليفربول إذا ما تخلى عنه. إصابته أثرت على نتائج الفريق أيضا. صحيح ذلك، أثرت كثيرا على نتائج الفريق، وهو يعني أعتقد أنه سيكون البديل المناسب لإنيستا، لأنه يلعب بتقريبا نفس المستوى، وخصوصا مع تقدم إنيستا بالعمر سيكون هو أحد أفضل البدلاء، وخصوصا مع افتقاد إنريكي للاعب يستطيع أن يلعب بنفس مستوى إنيستا، وهذا ما لاحظناه في الأسابيع الماضية مع برشلونة، وكيف لم يستطع أن يحقق نتائج كبيرة أو حتى يلعب بمستويات كبيرة مع إصابة إنيستا. بنزيما هل يغادر الريال؟ أتوقع مع هذا المستوى الهابط لبنزيما هذا الموسم، أتوقع أن خروجه بات قريبا من ريال مدريد. من البديل؟ والبدلاء المناسبين والذين تمنيت أن يأتوا لريال مدريد، لأن لعبهم يناسب ريال مدريد، هم أوباميانغ من بوروسيا دورتموند، يقدم مستويات رائعة، وهو لاعب
جاع للتسجيل دائما. وكذلك الامر سيان لليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ لانه كان قريب جدا. حاول الريال ان يجلبه قبل. صحيح كان قريب جدا ولكن مع وجود بنزيما لا 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 يوجد لمكان لليفاندوفسكي. ولكن مع عودة موراتا القريبة من الإصابة حاليا أعتقد أنه سينافس بنزيما وسيضعه على دكة البدلاء وهذا ما سيؤدي إلى خروج وهذا بنزيما. ما يريده الجمهور في هذا إسبانيا. ما يريده الجمهور والمشجعين جميعا. نعم. بات النجم الإماراتي ومتوسط ميدان نادي العين عمر عبد الرحمن عاشر عربي يحقق جائزة أفضل لاعب في القارة الأسيوية وذلك بعدما توج بها في الحفل الذي أقيم في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. نستعرض في هذا التقرير الأسماء التي سبقت نجم الوسط إلى هذا الإنجاز الكبير. نبأ ما سر تفوق اللاعبين السعوديين آسيويا؟ صراحة اللاعبين السعوديين لديهم في الدوري السعودي هناك تنافسية كبيرة عكس الدوريات العربية الأخرى أو الآسيوية الأخرى حتى وذلك السر هنالك يكمن السر في تألق هؤلاء اللاعبين وكذلك التدريبات المكثفة التي يخوضها هؤلاء اللاعبين ومحاولتهم اللعب كمجموعة أكبر هو ما يميز هؤلاء اللاعبين عكس دوريات أخرى. نعم من اللاعبين كان يستحق لقب أفضل لاعب في آسيا؟ سامي الجابر، يونس محمود أو غيرهم؟ أتوقع أن عمر عبد الرحمن كان هو من يستحقها لأنه هو كان الأفضل ويستمر بكونه الأفضل. ما توجوا في اللقب سابقا؟ سامي الجابر، يونس محمود، من كان يستحق؟ أتوقع يونس محمود قدم أداء كبير مع الفريق العراقي لأنه استطاع يعني قيادة تتويج في اللقب المنتخب العراقي في كأس آسيا في 2007 وهو حقق انتصار كبير معهم وهذا انتصار لم يستطع يحققه أي فريق كذلك يعني وخصوصا مع المستويات الضعيفة لنادي العراقي استطاع كذلك يونس محمود قيادتهم إلى انتصارات عديدة. نعم المحللة الرياضية نبأ الدباغ أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا في حلقة هاشتاغ سبورت لهذا الأسبوع. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من هاشتاغ سبورت. موعدنا يتجدد في ذات الموعد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذه تحية معد البرنامج مهند حزين. إلى اللقاء.